شوفوا الناس بخير عليكم، ان شاء الله تكونوا في احوال جيده وقت ممتع. اليوم معكم مسكينيه في هذا الفيديو الجديد. بغيت نشارك معكم البنات هذا النهار هذا، انا نشوف شنو وقع ليا. بغيت نشارك معكم اللي في هذا الوقت هذا بتاع الثلج بصراحه تاع الشتاء، شوفوا كيفاش اللي ما عندهاش الكراج ولا اللي خلات طوموبيلتها برا ولا خلات هكذا تولي شكلها كيف ما شكلي انا، ما تخافش تنوض وغنوريكم كيفاش غنوريكم كيفاش غادي تتعاملوا مع هذا الثلج هذا. ما تشوفوش البنات، ما تشوفوش هذا الثلج وتخافوا. شتو واخا كيكون راه كيكون فيه مع السم بصراحه مهم دبروا على هكذا، ديروا اللي قالت هكذايا هادو راه ما تخدموا بهم واخا بالتليفون ديالكم ما تحيدوهمش، ديروا شي حاجه صوفيه زوينه هكذايا. شتو البنات، وعدد القب تاعكم، اول حاجه ما ديروا البنات ديروا بعدا
شفتو بنات ما جبتش الشعر تعاودو بيها اوف يدي يا صافي مات ما نعاودش تعبت انا مازال عندي تذكر عندي هذا البال شتوها المهم شوفوا البنات شويه هكذا يبقى تخافوش منه شتو يبقى هكذا ما تخافوش منه صافي غير سوقي الطوموبيل توكلي على الله صافي المهم يبان لك هكذا شويه هذا فهمتوا هكذا راه غادي يكون لاصق حتى في الباب انا من هنايا غادي نمشي ان شاء الله توكلوا على الله هكذا تمسحي من الجناح صافي المهم اليوم البنات بغيت ندير معاكم بغيت غير نشجعكم اللي عندها طوموبيل برا واللي ما عندهاش كراج المهم ما تخافش شوفي هادشي كله شوفيها كما تخافيش بصراحه ما تخافيش غير توكلي على الله خرجي وكما قلت لكم ديروا هكذا خصكم شي حاجه لازم سخانه البنات خص شي حاجه سخونه راه ماشي فن ماشي زعما ديك خصك شي حاجه سخونه هكا طبع وعاد زيدي هكذا عاد زيدي هادشي هكا فهمتوا البنات المهم خليكم ان شاء الله في فيديو جديد نتلاقاو جديد في فيديو جديد هاد الوصيه هاد الفيديو للبنات اللي مثلا كما قلت لكم البنات ما تخافوش من الثلج الا لقيتوا الطوموبيل ديالكم هكذايا غير خرجوا وديروا لي ديروها كما درت انا وراه كلشي عندكم يكون هو هذا ديروا هكذا جوج ديروا هكذا هادو لازم حقاش هادو راه تخدمي بالتليفون هادو كيما هكذا صافي ايوا الله يخليكم البنات الله يعاونكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي ان شاء الله في فيديو جديد نتلاقاو وانا راه بغيت نشجعكم بزاف على هذا الفيديو في باش تنظف الثلاجه سوري هذا الثلج من الطوموبيل ما تخليوش الثلج يخلعكم وتبقاو اللي عندها الخدمه ولا عندها المهم راكم عارفين يلا باي باي السلام عليكم الله يعاونكم